حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. عرفتي تنامي منها ولا قعدت ترفص فيكي طول الليل؟ انا عارفه النوم جنبها لعنه. يعني طب ما حد يفهمني، يعني الحلوه ليه طفشانه كده وجايلي في نصاص الليالي من غير شنطه هدومها؟ ايه زعلانه مني انا وماما؟ طب انتي زعلانه ومتضايقه ومصدومه ماشي، تزعلي مني انا ليه؟ انا في نفس موقفك على فكره. ما تستفزنيش بقى، نفس موقفك ازاي يعني وانت كنت عارفه؟ ما انت لو تبطلي الجنان بتاعك وتسمعي كويس هتفهمي. انت فاكره ان انا عارفه من امتى يا عليا؟ ما اعرفش عارفه من امتى يعني، بس اكيد مش من امبارح بالليل يعني. طب ممكن تبصي لي عشان افهمك؟ يعني طب ممكن تبصي على نص الكوبايه المليان؟ اللي هو ايه يا ترى بقى؟ اللي هو كويس ان ما طلعلكيش اخ مثلا. كنت لبستي جيش يا لولو. حلوة لولو. اضحكي بقى يا شيخة. أيوة يا ماما. يا حبيبتي ما أنا سايبالك ورقة على باب التلاجة إني طالعة اسكندرية. ما يا حبيبتي ما فيش حاجة، اطمني. هقولك على كل حاجة أول ما أرجع. لا لا مش لوحدي، معايا عادي. خلاص خلاص حاضر يا ماما حاضر. اقفلي بس التليفون دلوقتي، مش عايزه انه يفصل شحن. يلا باي باي. انا فعلا حاولت ان انا اقول لك، بس انت عارفه كويس حالتك في الفتره دي كانت عامله ازاي. كانت امينه في العزل وفي المستشفى. انا ما حبيتش ان انا ازود التوتر اللي عندك، كمان هي طلبت مني. وانا ما طلبتش يا عادل؟ أنا ما طلبتش؟
ده انا لما عرفت الموضوع ده من بعد موت نبيل ما قلتش حاجه، ما نطقتش، ما اعترضتش على حاجه. قلت لو ليهم حق ياخدوه. كل اللي انا قلته ان البنات ما تعرفش. يا ناديه، امينه ما عرفتش مني. امينه جات لي وهي عارفه ان ليا اخت، وعارفه كمان ان انا عارف، وطلبت مني ان انا احكي لها كل الظروف، وانا طبعا حكيت لها وما جبتلهاش سيره ان انت عارفه. بعدين الحمد لله، الحمد لله، يمكن ربنا عمل كده عشان الموقف اللي احنا فيه. يا ناديه، امينه فعلا محتاجه لاختها شهد. انا مش عارفه افكر، مش عارفه افكر، متلخبطه خلاص، مش قادره. ما هو ده اللي خلاني اصمم ان انا لازم اجي معاكي لما كلمتيني امبارح عشان تاخدي العنوان ونمره التليفون. قلت ما ينفعش كده تروحي من دماغي وتطبي عليهم لوحدك. هم عارفين ان احنا رايحين ولا ايه؟ اول ما نقرب من البيت هبتصل بيهم. فهمتي بقى يا ستي؟ فهمتي انا عرفت امتى وازاي؟ اخش بقى احكي لكم على انهي مصيبه فيهم. امينه، هو انا عندي كام سنه؟ على القمص ده 14. اديكي 14 سنه. انا بتكلم جد على فكره. أنا مش عيلة صغيرة إنك تخافي تيجي تقولي لي موضوع زي ده على أساس إني هتصدم مثلا أو مش عارفة هبقى أعمل إيه. حبيبتي مش فكرة عيلة، ما أنت اتصدمتي أهو، مش عارفة تعملي إيه زي ما أنا اتصدمت وما عرفتش أعمل إيه. ماشي، يبقى تحكي لي وتيجي إحنا الاتنين نشوف هنعمل إيه ونتصدم إحنا الاتنين سوا، ما بقاش أنا لوحدي مش عارفة كده أي حاجة. لا لا لا، زوزو كمان ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع. أنت فاكرة الظروف اللي أنا كنت فيها يا عليا؟ أنا كان عندي فرصة ولا مساحة إن أنا أقعد أتكلم معاكي على حاجة زي دي ساعتها؟ انا كنت قاعده مركزه هعمل ايه في الكارثه الثانيه، ما كانش عندي طاقه خالص اقعد اتكلم. بعدين انا كنت شايله الهم لنفسي عشان كنت فاكره ان ماما مش عارفه. انا اكتشفت زيك انها عارفه امبارح. يبقى كان الاول انك تيجي تحكي لي. انت ليه فاكره انك قادره تشيلي مسؤوليه الموضوع ده لوحدك وانا لا؟ امينه، موضوع لما تعبتي قلتي ان انت مش هتقولي لحد عشان دي حاجه تخصك انت لوحدك. وده مش صح اصلا. الموضوع ده قوي بالذات تيجي تحكي لي عليها وانا كمان عشان نتصرف ونشوف نعمل احنا الاثنين مع بعض. لا 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 لا، ما كنتش هتعرفي تعملي حاجه، احنا نفسنا ما عرفناش نعمل حاجه. لعلمك بقى انا عملت خطه محكمه، بس البت دي شلق طردتنا بره. مش خرب بيتك والله، يعني انت كمان كنت عارفه؟ ها، يعني انت رحتي حكيتي لصاحبتك اصلا اللي ما يخصهاش الموضوع وما قلتليش اي حاجه؟ انا مش فاهمه يا حبيبتي. ما عشان صاحبتي حكيت لها على الموضوع، عشان اثر الموقف عليها هيبقى اخف من اثره عليكي. ليه يا امينه؟ انتوا كل حاجه بتحكيها لبعضيكم، محدش بيجي يحكي لي حاجه الا لو انا عرفتها من بره او حد فيكم وقع بلسانه. انا مش فاهمه يعني ساره اللي اصلا ما يخصهاش الموضوع عرفت وفكرت وقعدت تقول هتعملوا ايه في الموضوع؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا عليا. لا يا حبيبتي، انت زوزو كمان ما كانتش تعرف، مش انت بس اللي متقرطصه. غبية؟ بوظت كل حاجة؟ بس نيتي كانت سليمة صح؟ هي لولا الظروف اللي احنا فيها احنا كنا قابلناكم من بدري. لا ما تقولش الكلام ده، ده بيتك، انتوا تشرفونا في أي وقت، احنا أهل. المهم إن احنا نطمن على أمينة إن شاء الله. أنا مش عايزة أخد من وقتكم أكتر من كده ولا أعطلكم. دكتور عادل قال لي على شرطك. استغفر الله، شرط إيه؟ إحنا لو في إيدينا أي حاجة ممكن يساعد بيها أمينة مش هنتأخر أبداً. سيبيها يا ماما تكمل كلامها، طخ مشوار 3 ساعات من مصر لغاية هنا. أنا كنت بفكر في الكلام اللي المفروض أقوله من إمبارح، مش من 3 ساعات بس. بس صراحة مش لاقي كلام يتقال. الكلام ده وقته عدى يا مدام نادية، واللي كان لازم يقوله دلوقتي بين ايدين ربنا. صراحة أنا أول ما عرفت إن كنتوا بتقسموني حياتي اللي أنا كنت فاكره ان انا عارفه كل تفاصيلها، كرهتكم. عشان كده مقدره ان ده ممكن يكون شعوركم ناحيتي انا وبناتي. ربنا يعلم انا عمري ما كرهتكم ولا فكرت في لحظه في حاجه ممكن تاذيكم ابدا. انا كمان لما هديت فكرت
سألت نفسي إزاي ممكن أكره ناس ما أعرفهمش. أنا ما أعرفكوش علشان أكرهكم. حسيت إنه شيء قاسي جدا وظالم إني أكره حد ما أعرفوش. أنا حقيقي كنت متضايقة جدا من وجودكم، بس ما أقدرش أنكر كمان إن أنا مرات كتيرة كنت بحط نفسي مكانكم. أنا حقيقي اتظلمت، بس مش أنت اللي ظلمتيني، أنت كمان مظلومة. بس عارفة الفرق اللي ما بيني وما بينك؟ انت كان عندك حريه الاختيار، انت كان عندك حريه الاختيار انك تقولي اه او لا، تتجوزي راجل متجوز وعنده بيت واسره. انما انا ما كانش عندي علم. يعني حضرتك مش شايفه ان احنا اتظلمنا اكتر؟ يعني الحياه اللي احنا عشناها، انتوا كنتوا عايشين في استقرار، مش مستنيين اي حاجه ممكن تظهر لكم في اي وقت. احنا مش داخلين سابق عشان نشوف مين الظلم اكتر من مين. وزي ما حضرتك قلتي، انا كان عندي علم بالموضوع ده وقبلته على نفسي وعلى بنتي. ومن ساعتها وانا بسال نفسي، انا مش بس ظلمتكم، انا كمان ظلمت بنتي. الوضع كان صعب على الكل. بس عارفة يا شهد، إنك تعيشي الحقيقة مهما كانت مرة أو صعبة أهون بكتير إنك أنت تعيشي وهم وكذب، وتيجي تصحي تلاقي كل حاجة من حواليك بتنهار. أنا عارفة إنك أنت مالكيش ذنب، ولا أمينة ليها ذنب، مالهاش ذنب في أي حاجة، ولا حتى في مراتها. إنما ربنا له حكمة في كل حاجة بيعملها. يمكن ربنا عايز إن الحقيقة تبان دلوقتي، لأن هو ده الوقت اللي أمينة محتاجة لأخواتها. هي دي الحقيقة. الحقيقة مهما حاولت أنكرها، الحقيقة إنك أنت أختها، وأنت الوحيدة اللي ممكن تساعديها. أرجوكي. والتشجيعات كله في عالم المستديرة. الله انت فين يا هنية؟ كلمتك مرتين وما رديتيش، ده انا قلت حصل لك حاجه. كنت في المطبخ وما سمعتش التليفون. انت فين يا واد انت؟ ها جينا جو اوت. هو الزهايمر اشتغل ولا ايه؟ مش انت جهزتي لي شنطتي امبارح بالليل؟ مش قلت لك ان انا مسافر؟ ايوه بس انت لسه ما رجعتش. وانا لحقت اروح عشان ارجع. طمنيني، يحيى اخباره ايه؟ فرحان ومزقطط ان شاء الله دايما. شوف الواد، ما انت اكيد عارف ان هو الراجل متنكد وطول الوقت قلقان عليك، وانت بقى بتنفذ اللي في دماغك ولا سائل فيه. هو انت فاكره لما بكلمك بطمن عليكي؟ ما انا اكيد بطمن على ابويا. طب ما بتكلموش هو في التليفون على طول ليه؟ ولا رقمه ضاع منك؟ بريحه مني من وجع القلب اللي انا عامله له. وانت فاهم كده يعني انت ما بتوجعش قلبه؟ انا بصراحه عايزه يهدى، انا مش عارف اريحه. انت عارف اللي يرضى ابوك ايه يا سليم؟ طيب واللي يرضيني؟
سليم انت بتقرر قرارات لا ترضي ربنا ولا ترضي الناس، مظبوط؟ ايه يا هنيه، احنا مش اتفقنا اتفاق؟ لا يا قلب هنيه، لا الاتفاق كان لما كلمتني وقلت لي وحلفتني محدش يعرف وانا صدقت معاك، صح يا سليم؟ والاتفاق كان ان انا ما زنش عليك تعمل العمليه، وانا من ساعتها اتخرصت ما بتكلمش خالص. بس انا بتكلم على الراجل اللي قلبه متشحتف عليك طول الوقت ده، ولا انت محرج علينا نتوغوش عليك؟ طيب يا هنيه، انت بس كلميني كل شويه وطمنيني عليه، عشان انا عارف لو كلمته هيعمل فيها ان كل حاجه تمام وانه كويس. على رايك انت هتجيبه منين يعني؟ ها، ما هو ذات الشبل من ذات الاسد. زوزو فتحت لي وشكلها متنكد، انت قلت لها حاجه؟ والله العظيم ابوكي لو كان يعرف ان هو في تربته هينكد على فريق الكره النسائي لكان يطلع ويستسمحك واحده واحده. هو الصراحه الفريق بالاحتياطي اتنكد عليه. احتياطي مين؟ ماما راحت لشهد ومامتها النهارده. بتهرجي؟ وقالت لك ايه؟ مش بترد عليا. قالت لزوزو انها رايحه اسكندريه، فزوزو سالتها قالت لها هحكي لك لما ارجع. هي طنط نادية ولا شهد بيهزقوكي؟ لا ده عمر. استني. الو. ايه يا امين، ازيك؟ انا تمام، وانت؟ انا كويس جدا، خلصت دي المهم قوي النهارده. ايه ده، مبروك. طب لا اقوم بالسرير بقى عشان نحتفل، اعمل لك ترت بالتفاح، بس كلمني وانت جاي عشان احطها في الفرن. لا ما انا مش هينفع اجي عشان الكلاين كان عايزني على العشاء كده وما عرفتش اهرب منه خالص. طب هتتاخر قوي؟ كنت هخلص كده واعدي على العيال شويه، بس ممكن احرق لهم عادي يعني ساعتين كده واجي. لا خلاص تمام يا عمر، طالما اتفقت معاهم خلاص روح انت العشاء بتاعك وبسط وكلمني لما تخلص. انت كويسه؟ طيب صوتك مش مطمني من الظهر. لا لا انا تمام، ماما وعليا بس شدوا مع بعض شويه فالبيت كان متنشن حبتين. متأكد مش محتاجه اي حاجه ومفيش؟ ايوه ايوه متاكده يا عمر، يلا عشان ما تتاخرش. ماشي يلا، باي باي. باي. انت قلتي له حاجه ولا ايه؟ لا طبعا مش قادره اقول له حاجه دلوقتي، استنى بس لما البيت يهدى هنا يكون احسن. برضو اصل هيجي يشوفكوا كده منكدين شكلكم عار بصراحه. انا اصلا بقيت حاسه ان عمر ما بيصدق يهرب من المجيه هنا. هو مفيش راجل يعني بيحب قعده البيت. انا مش قصدي قعده البيت يا ساره، قصدي ان احنا نشوف بعض اصلا. يا شيخه امال خناقه امبارح دي كانت على ايه؟ دي كانت عشان انا عملت خطط لليوم من غيره، بس انا متاكده اني لو كنت قلت له بلاش ننزل عشان مكسله ولا كان هيتضايق ولا كان هتفرق معاه. بت انتي تجحت. مش قصدي حاجه وحشه يا ساره على فكره، انا بس مش عارفه افهمك. انا مش فاهمه منك حاجه. موين عمر متغير يا ساره، حتى نظرته ليا متغيره من يوم ما دخلت المستشفى. والله انا عارفه ان الموضوع صعب عليه وبيزهق وفي تغييرات كتير ورا بعض، بس انا حاسه ان عمر كل ما بيوقف جنبي مش عشان يطمن عليا بجد، عشان لازم يعمل كده. هو يعني ما هو واجب عليه ان هو يعمل كده في الظروف دي عادي. انا مش عايزه حد يوقف جنبي واجب ولا شفقه. شفقه ايه يا عبيطه؟ ده حب. ونظرته اللي مش عاجباكي دي معناها انه بيحبك وخايف على البنوته اللي بيحبها. هو متدبس ومش عارف يفلفص زي العشاء اللي مش عارف يفلفص منه ده. ايه ده؟ تيني كديه. اقول لك ايه، تعالي النهارده بقى نقضي يوم على الهادي خالص. هو في اهدى من كده؟ يا بنتي بقى قومي غيري هدومك كده والبسي وانا هنزل بس اجيب لك حاجه من تحت واطلع على طول.
مش قادرة يا سارة. يلا بقى يلا والنبي والنبي ثانية واحدة ثانية واحدة يلا سارة يلا. والله أنا ما فاهماكي، اللي يشوفك وأنت قاعدة تتكلمي يقول إن أنت قاعدة في مسابقة وهتاخدي جايزة أطيب قلب. لا مش في مسابقة، وأنا قلت لك إحنا مش داخلين مسابقة شوف مين أطيب ولا مين يتعذب أكتر. أنا صعبان عليا أختك. لا والنبي. أيوه أختك، ولما احتاجت أختك لجأت لك أنت وعلي غصب عني وعنك وعنا. أديك قلتيها بعظمة لسانك، لما احتاجتني، يعني هي لو مش عايزاني في حاجة ومحتاجاني ما كانتش هتيجي هنا لا هي ولا أمها. ربنا ما يحكمك على دولة أبدا. الواحد ما بيحبش يشوف واحدة مكسورة الكسرة اللي الست جت فيها النهاردة حتى لو كان مين. بقولك إيه، ما كانتش مكسورة ولا حاجة، ولعلمك ما جبتهاش هنا عشان نشوفها مكسورة، أنا جبتها عشان حاجتين، عشان تعرف إن أنا وإنتي لينا حق زيها هي وبناتها، وعشان كرامتي وكرامتك. يعني هتعملي التحليل؟ هعملها، ولعلمك مش هعملها عشان هي أختي والكلام الحمصي ده، هعملها عشان أنا بني أدمة، وأي حد مكانها كنت هقف جنبه. دل على السلامة يا نادية. الله يسلمك يا عادل. أنا متشكرة أوي. متشكرة على إيه بس؟ يعني أنت النهاردة ما رحتش العيادة، مشوار اسكندرية ده أنا عارفة إنك أنت ما بتحبش السواقة. نادية، بقول إيه يا نادية؟ أنت النهاردة كان يومك طويل ولغاية دلوقتي ما أكلتيش حاجة. ايه رايك لو نروح نتغدى سوا اهو تغيري جو قبل ما تطلعي؟ يلا. مش هينفع، انا تعبانه جدا النهارده، وبعدين هطلع فوق لازم ارد على 100,000 سؤال. يا نادية ده كان قرار نبيل وانت اضطريتي انك انت تستحمليه، ودلوقتي انت مضطره تتحملي النتيجه. محدش من حقه ان يواجهك باي حاجه، انت ما كانش بايدك اي حاجه تعمليها. ما أنا دايماً ما بيبقاش في إيدي حاجة أعملها. عن إذنك. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي، تعالي. ازيك؟ الحمد لله. صحيح يا ولدي. جبتي لي الكابوريا؟ كابوريا ايه بس يا ماما؟ احنا حتى ما لحقناش نتغدى. يا سبحان الله. واحد طلع قليل الاصل والتاني بخيل. نفسي اعرف امهم كانت بترضعهم ايه وهم صغيرين. واضح ان البنات قالوا لك. انت عرفتي امتى؟ لما نبيل مات. يا نادية، كل الموتى دي وانت قاعده قدامي وعيني في عينك ما حاولتيش تقولي لي ده انا امك. انا امك لو ما قلتليش انا هتقولي لمين؟ مش عايزة أشيلك همي يا ماما بصراحة، ما كنتش عايزة أفكر في الموضوع ده خالص. تكذبي على نفسك، عمرك ما نسيتي، عمرك ما حاولتي حتى إنك تمنعي نفسك من إنك تفكري في الموضوع ده. وأنا اللي كنت فاهمة إن موت نبيل هو اللي عمل فيكي كده، هو اللي كسرك ولزهدك في الدنيا. ربنا يسامحه على اللي عمله. ما كنتش عارفه ان هو اللي دمرك طفاكي بعملته السودة دي.
استغفر الله العظيم من كل سمع العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. معلش يا هبه، اليوم كان ملخبط قوي عندي في البيت، ما كنتش مركزه مع التليفون حبيبتي. رعبتينا يا بنتي، سليم حاول يكلمك برضو ما عرفش يوصل لك، ابقي طمنيه. حاضر. انت عارفه ان الضايع ده طلع حاجه سفر وغلط وما سافرش لسه اساسا؟ لا يا شيخه، ضايع فعلا. طب بقول لك ايه، قولي لي بقى ان انت غيرتي رايك وهتجيبي. اجي معاكي فين يا بنتي؟ انا ما اقدرش اجي معاكي التجمع، مش دهشور. يا بنتي انا اصلا بفكر انزل الشغل بكره. انا بقول لك 4 ايام وسط الطبيعه الساحره في دهشور، وانت تقولي لي شغل يا ملكه العالم في النكد. طب انا مش هاجي بقى عشان احرمك من النكد الجميل بتاعي ده. ماشي براحتك، انت الخسرانه يا عسليه. ماشي يا عسل. باي. انت بجد نازله الشغل ولا بتقولي كده بس عشان ما تروحي لهاش؟ والله طقت في دماغي فجأة وانا بكلمها، بس انا اللي نجدني النهارده ان ماما سافرت وان عليا نزلت في وسط اليوم، والا ما كنتش هستحمل انا التوتر اللي في البيت ده. ايه دي سخنه ماينو؟ سخنه؟ اه سخنه اكيد. من امتى التنفيذ ده؟ ده احنا كنا بنتحايل عليكي عشان تشيلي ايدك من مشاكل. خلاص بقى دي ماينو الجديده. خلاص بقى خلاص بقى، اصل بجد إيه؟ توتر وحوارات مبقاش فيها صحه انا ولا طاقه للكلام ده. معلش. شكرا. بس بقى يا ستي، وعزيز كمان هيسيب الشغل بالمره، واصحابنا بقى وزمايلنا و... امينه انا تقريبا حكيت لك كل حاجه، انت ما حكيتليش اي حاجه. عايزني اقول لك ايه؟ امينه الحمد لله على سلامتك. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. احسن دلوقتي؟ اه بكتير الحمد لله. ان شاء الله تمنى بالسلامه. الله يسلمك. على اذنك. مبسوطه اني شفتك. انا كمان. الوقت عسل بس في حاجه مش مظبوطه. أمينة حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ازيك انت عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. هو التعب بيحلي كده؟ ايه حبيبتي انا بس محتاج أمينة 5 دقايق، 5 دقايق وهعدي عليكم. فعلا؟ اه هعدي عليكم. خد راحتك. شفتي اللذاذه لما تبقى اوفر بتموع النفس ازاي؟ ده حضنتني اكتر من امي لما طلعت من المستشفى. ولا التعب بيحلي كده؟ بيحلي. رخمه رخمه. بس هستاذنك هرد على هايدي وهرجع لك تاني، هحكي لك من هايدي. اصبر. طيب. ممكن تعدي عليها تاخديني من الشغل.
معقولة يا حبيبتي أصحى ألاقيكي نزلتي من غير ما تقوليلي؟ ده على أساس إن أنتي ما عملتيهاش إمبارح؟ أنتي كويسة؟ أنتي كويسة؟ بما إن أنا وأنتي كويسين لدرجة البوظان إيه رأيك؟ تيجي نعمل حاجة؟ ننام، أنا عايزة أنام. ننام إيه؟ ننام إيه؟ أنا بفكر ناكل. وزوزو عالية؟ لا، زوزو كالعادة معزوم على الغداء. أما أختك بقى مقموسة. طب يلا نقوم نعمل غدا. أنا وإنتي ولا حد تالتنا؟ أنا وإنتي وبس. شكرا. أنا مش فاهمة أنت مكبر الموضوع على إيه؟ ده أنا حتى رحمتك من مشوار تقيل على قلبك. أنا ما اشتكلكيش يا أمينة. وبعدين بعد كده لما تحبي تأجلي معادي إحنا واخدين مع بعض وتروحي لوحدك يبقى قوليلي عشان أأجل كل مواعيدي علشانك. أنا ما كنتش مخططة يا عمر، نزلت من الشغل لقيت المكان جنبي قلت لسارة نزليني عشان أعمل التحليل. أنت رحت الشغل كمان؟ رحت وما كملتش ساعة. تعبت جدا جدا واتضايقت. مع إني ما عملتش حاجة، أنا كنت قاعدة على كرسي. هو انت مش ناوية تشاركيني برا في حاجة كده لوحدك من نفسك؟ يعني لو ما كنتش سألتك أنا دلوقتي ما كنتش هعرف إنك رحت الشغل أصلا. أنا قررت فجأة امبارح بالليل، أنت كنت نمت، النهاردة أنت كنت في ميتينجز طول اليوم، كنت هقول لك لما أشوفك. عموما أنا مش رايحة تاني خلاص، مبقاش ينفع. البتاعة دي بتهرش قوي. اديني يا سيدي بشركك في كل حاجة. القرار ده بقى خدتيه لوحدك ولا برضو سليم ونعيم وهيبة ساعدوكي فيه زي كل قراراتك اللي قبل كده؟ انت عايز تتخانق وخلاص يا عمر؟ لا انا مش عايز اتخانق وخلاص، عشان لو عايز اتخانق وخلاص كنت اتخانقت على حوار هبة. عشان قلت لي اقطع علاقتي بيها وانت عارف هما واقفين جنبي وبيخافوا عليا قد ايه؟ واقفين جنبك؟ طب انا واقف جنبك طول الوقت ليه ما بحسش انك بتقدري ده اصلا؟ سوري. هو انا ايه اللي عملته خليك حاسس ان انا مش مقدره يا عمر؟ انا مش فاهمه احنا بنتخانق على ايه اصلا. بصراحه كده انا حاسس ان انا مش فاضي معاكي خالص. يعني حتى لما بنكون واخدين ميعاد مع بعض خارجين وعايز تاجلي الميعاد عشان اي ظروف حصلت لك ولا بتكلمي تساليني ولا تعتذري ولا اي حاجه. مش فاهمك يعني. هو انا اللي لغيت امبارح؟ أنا اللي طلع لي شغل فجأة وعايز أشوف صحابي؟ ولا أنت عايزني أبقى واحدة نكدية تقول لك لا أقعد جنبي وما تشوفش حد وما تروحش حتة؟ حضرتك لو أنا حاسس إن أهميتي بالنسبة لك كنت سبت صحابي وجيت لك زي ما ببقى واقف في ظهرك طول الوقت. أنت واخد بالك أنت قلت لي الجملة دي كام مرة يا عمر؟ لو أنت حاسس بمجهود جبار إن أنت قاعد جنبي واقف جنبي ما توقفش جنبي يا سيدي خلاص. أصل الظرف ده ممكن ما يبقاش استثنائي، ممكن يكمل كتير. ما أنا عارف. وعشان كده ما ينفعش كل حاجة تبوظ وأقعد ساكت. ما ينفعش يبقى مودك متغير كل يوم وابقى قاعد ساكت وتبقى خارجه من المستشفى مش طايق نفسك واقعد ساكت برضه. ما ينفعش ابقى متضايق طول الوقت وما اتكلمش مره يعني. لا فعلا على ايه؟ لو انت حاسس ان انت طول الوقت متضايق وشايل جوه ومش عارف تستحمل لا ما تكملش يا عمر خلاص. لو حاسس انك مخنوق ومضغوط قوي كده ما تكملش، ما حدش هيلومك على فكره. انا مش بجبرك. عمر وصلت يا عمر. تمام.
بعد اليوجا في ناس بقى هتلعب طبلة وبركاشن، وممكن لو مش حابة. أمينة انتي سامعيني؟ معلش يا هبة، ما كنتش مركزة معاكي، سوري. ولا يهمك، ريحي انتي دلوقتي ونامي، وبكرة بقى ناخد اليوم من أوله وعرفك على الناس كلها. مش هسيبلك ولا دقيقة فاضية. أنا أصلاً هربانة من الناس اللي مش سايبالي ولا دقيقة فاضية. هتيجي انتي دلوقتي تطلعيلي؟ هربانة من إيه يا أمينة؟ ولا السؤال بقى هربانة من مين؟ ده الروم سيرفيس ولا ايه؟ روم سيرفيس ايه يا بنتي؟ انت فاكره نفسك في اوتيل 5 ستارز؟ تلاقي حد جاي يسال على تشارجر ولا ده ولا الناموس؟ سليم هبه بتهرج ازيك؟ ايه ده؟